السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صامدي. النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال طريقة تزاوج الأنثى اللي أول مرة غادي تتزاوج. يعني هذا الشانشيلا راه عندها 5 شهور وزوجتها البارح، ولكن لاحظت واحد المشكل وقع لي، بغيت نشارككم إياه. أن هاد بحال هاد النتوة هادي نيوزيلندية، كنت كنعطيها هذاك الذكر راهو كنعطيها له ديما، هذاك كيتزوج معاها بطريقه عاديه، هو يعني مزيان، ما كيعضش، ما كيدير حتى شي حاجه، ولكن ملي عطيته هاد الشانشيلا اللي اول مره غادي تتزوج، عضها من ودنيها ورفض. ان هي رضخات له وبغات تتزوج معاه، ولكن هو عضها وكان باغي يتقاتل هو وياها. حاله غريبه. المهم النصيحه اللي نعطيها لكم في الموضوع، انكم تمشاو على حساب لاج، وعلى حساب ما تمشي تمشاو على حساب الحجم. دابا انا منين شفت هذه، ها هي تقريبا راه وافيه، راه كتقول بلي صافي، هذا هو العمر ديال التزاوج ديالها. ملي عطيتها يعني الذكر وهو كبير عليها، ما رفضها وبغى يعضها. يعني سمو باش زوجتها بهذا، ها هو تبارك الله، هذا نيوزيلندي كحل زوجتها معاه، هو راه في نفس لاج ديالها، هو باقي فتيه، باقي صغير، ولكن راه مكمل 4 شهور ديالو، عطيتها له وتزوج معها بطريقه طبيعيه، ما كاين لا مشكل لا والو. اذا هذا المشكل هذا راه كينقسم على جوج، كاين هو لقينا مشكل انه في التزاوج، يعني في التعاشر، والمشكل الكبير هو انه ملي كتولد ديما كتعطيك واحد العدد، المهم كتحير انت، كتبقى تقول علاش عطاتني جوج، علاش عطاتني، وهي خاص الحيوانات المنويه ديال اللي غادي تدخل في الجهاز التناسلي ديالها، خاص يكون ملائم للاج ديالها. ديما منين تبغي يعطيو واحد النتوه لشي ذكر، اعطيوها الا كانت والده وفايته والده وكبيره، يعني فايته والده، حنا نقولوا فايته والده، هذيك تعطيوها الذكر كبير، يعني فوق العام ماشي مشكله. هذيك كتولي سميتو يعني الجهاز التناسلي ديالها والبويضات ديالها قادرين انه يهزوا واحد السائل منوي كبير، ويعطيو واحد الخلفات، يعني تقدر تعطيكم 11 12 مزيان. ولكن بالنسبه لاول مره، هذا الشكل هذا اللي اول مره، ما تديوش على الحجم، ما تديوش باللي راه هي سمانات ولات مزيانه صافي راه واصله، لا، اعطيوها الذكر المناسب، هو الذكر اللي عاد صغير عاد فتي، هادشي اللي غير اول مره. اما من بعد ماشي مشكل، تقدروا تعطيوها الذكر كبير. هذا هو المشكل اللي بغيت نهضر لكم عليه هذا العام، حذاري انكم تعطيو واحد، لان انا ما فكيتهم غير بزز، انا راه مسكينه راه عضها واحد عضه خايبه، كان باغي يشرم لها ودنيها. اذا حذاري تعطيو نتوى اول مره غادي تتولد، تعطيوها الذكر كبير، لا، عطيو واحد النتوى يلاه ولدت، عطيوها لواحد الذكر اللي يكون اول مره، هو ماشي اول مره ولكن يكون عاد فتي، يكون عنده 4 شهور 5 شهور. اما بالنسبه لهادو عاد والدين اللي مولفين بالذكر الكبير، هادوك ماشي مشكل، هادوك كيولدوا عدد كبير. وحتى الخلفه الاولى انا غادي نشوف ان شاء الله، نتبع وغادي نقول لكم يعني شحال ولدت بالضبط، باش تمشاو وما تفاجئوش. يعني اي حاجه خصكم تكونوا عارفينها باش ما تفاجئوش، تكون عندكم واحد الدرايه وملم والمام بهذا الموضوع. اذا هذا هو موضوعنا هذا النهار، شكرا على تعليقكم، وكنرحب بكم. الناس اللي باقي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وشكرا جزيلا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.